سيرفس، عارفينه اكيد ما يحتاج. هذا الراعي الرسمي لحسابي بالانستغرام، مغسله بس في اي بي، مغسله 50 جوم. فكرته طول العمر والسلامه، تجي تدخل موترك هنا يرسلونه وتتكي هنا بالكافي. طبعا مو بس غسيل، عندهم حمايه وعنايه، وتوهم يعني زي ما تقولون بدايه المشوار، ما افتحوا بشكل رسمي، لكن تقدر بحط لكم رقم تجي تحجز عندهم. وشوفوا اللوحه ما شاء الله، تجي تحجز عندهم يطول عمره السلامه ويغسلوا لك السياره، وفي عندهم حمايه وعنايه. قول امين، عسى ربي يرزقكم هالمواتر اللي راح تشوفونها الحين. انا جايب ضاري واقف تخبون سياره التجارب، الى الحين اجلس اخليه يكمل 5000. اسبوعين اللي راحت صار عندي ضغط مو طبيعي، بالاسبوع 5-4 سيارات تخيل. فواقف مليان غبار، شوفت عيونكم الصمان وثمامه كلهم على الكبوت. شوفوا يا رب الدخيل، عصار مو غبار. المشكله انه موقف مظله. الشيء الثاني باركولي، جيت هاللوحه يا رب الحمد والشكر. هذه كلهم فضل الله ثم المتابعين، الله يبيض وجيها. من ذاك اليوم بسناب، وهذا سناب يسوي له اضافه، من ذاك اليوم وانا قلت جسول مع واحد من الشباب، قلت اني ابي لي لوحه زينه. من ذاك اليوم 3 اسابيع كل شوي نرسل لي احد المتابعين الله يجزاهم خير لوحه، الين عجبتني هذه يو 600. وش اللي بوريكم بعد؟ ايه الحين بغسلونه وبصور لكم بعد ما يغسلونه. شوف 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 ما شاء الله، شوف صراحه كرائج وصالة بقاني هذه دي، لا نصور لكم ان شاء الله. عندهم حمايه، عندهم تظليل، وعندهم بشكل عام الحمايه والعنايه الخاصه بالسيارات. جميع الزوايا انا ما اخفيكم جاهز للوضع والجو، ودايم اجي تكي هنا بالكافي، بجي بمر عليه الكافي واصور لك. شوف 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 الجنط ما شاء الله، هذه بركب له تظليل، شوف الجنط خان. الى الحين ما خلص، الى الان ما خلص. الله يبكي، الجنط خيالي معنى الكلمه، شيء من الاخر. مقاسه كم؟ مقاسه 23. طبعا اعذرونا لخبطه شوي لاني على طول دخلت وصورت، ما سويت رتيب ولا شيء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله هذه تسلا، شيء من الاخر. ابشركم قبل انتهت المهله، حكي الجو حكي يا عيال، طالب من شاور مع اللاوي بس ما ادري ليش ما قبل. شوفوا ما شاء الله، والله الجنط يبكي، مجنون مجنون الجنط، الله يبارك الرعي. ما شاء الله تبارك الله، داخل جمل هلا وغلا. طبعا عبد الرحمن مرحبا وسهلا، ننتظركم بخدمتكم اي وقت. حياكم الله، امسينا بالخصومات الزينه عبد الرحمن. بخير بعد، حي والله. بعد اوريكم بعد شوي، هذا اللي قلت ليش نظلل. اعطونا رايكم بالله، ينزل شب سبورت ولا هذا؟ تعال خلوا بريكم الكافي الحين، والله يا البقاني هذا ودي. ايش رايكم لما نشوفه هذاك الرهيب ان شاء الله؟ ما شاء الله تبارك الله، نرجع له الحين حبيبي من صوته 8 سلندر. يا حلو سواقتي يا ناس، اكيد شفت التجربه اللي جربناها لكم بسان فرانسيسكو بشهر رمضان. يا علاوي يخلص علينا قبل، والله اني جيعان ومشتي شاورما. تعال اوريكم الكافي، كان استراحة تبي هنا جلسة تلفزيون، اماكن تفتح النفس، والكاميرا هنا تقدر تتفرج على موترك. حبيبنا كيف الحال؟ شلونك؟ قل لهم توصلون بضاري بالله. ها قل لهم ترى الصمان على الكبوت على التندة، شوف ضاري. يا حبيبي بالله عز مخه، هذا موتر مسميه ضاري، انا مسميه ضاري، مسميه معطيه اسم مسميه ضاري. والله ايش رايك بالاسم؟ زين كويس. حبيبي والله، شوف شوف
كل زاوية تقدر تشوف سيارتك من كل زاوية. مكان يفتح النفس. أنا مع الضغط والتصوير والقروشة كل ما تحصل لي فرصة أجي عنده بصراحة. أجي تكيب والكافيه اللي بكم تشوفونه الحين. هنا طبعاً الباب تطلع من وين هنا. وتشوف السيارات اللي تفتح النفس. هنا الكافيه. الكافيه هنا فيه رذاذ. رذاذ. تكوى. قهوة. حتى قهوة. قهوة عندهم. قهوة مختصة. قهوة مختصة. شو الرذاذ. طبعاً قال لسعد أنا الله هداوي لحين ما جاب الكراسي. تركت افتتاحهم هذه الحين ترى تجريبي عشان تكون بالصورة بس يعني ما افتحه بشكل رسمي. شوف ما شاء الله تبارك. كيف الحال؟ شلونك؟ يا عيال وش الحل؟ ثاني مرة اسوي له طلب. شوفوا هذا الكف ما شاء الله تبارك الله. ديكور يفتح النفس. جلسة روقان. قهوة هنا وقهوة مختصة سبانيش لك كافي أي شيء تبي. مثل ما قلت لكم لا تنسون انتهت المهلة. هذا سالفتهم ما يبون نتعشى وش سالفتهم. شوفوا 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 الروقان ما شاء الله تبارك الله. هي ريحة قهوة يا ناس يا رب ودخيل. تخيل تاكي جالس هنا تفرج على سيارتك مكان فخم ورايق. شوف ما ادري متى يجي الدور ضاري. قولين يا شباب عالم ثاني صراحه جو يحبون السيارات بينبسط. كان على اسمه VIP يفتح النفس شرح فخر. اي لا بشركم بدا ذي يا من العافيه يا بعد حين. شكرا جالس تشوف المنظر حلو هذا. نشوف ضايري عقب فضول داخل. تشوف المواتر الزينه داخله طالعه اللي يغسلوا اللي ومسهلا. كيف الحال؟ هلا اخبارك؟ هلا مسوي؟ هلا بالمليح. هلا والله. هلا وصديقي. هلا والله. هلا بالمشغول. وش القهوة اللذيذة؟ جربت؟ اوه على كيف كيوفك؟ يعلى بالعافية. على كيف كيوفك؟ يعلى بالعافية. يا اخي مشتاق لك. يا حبيبي والله انا تبرك ان شاء الله. كبيرك توزع ايفونات عقبها بالافتتاح. الو احلى تصريف ها. ما شاء الله تبارك الله. يا ملك الجنط ترك ركبونا التظليل ما خلص الحين. ضاري بالشركه مخلص علاوي ترى الى الحين يقدر.
تعطونا رايكم بالجنب. يو 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 ما شاء الله. اوه يا وحش. مكان ضيق. سعد خلنا نصور يا اخي. ها؟ رجال ينتظر. شوف شوف اقول والله يا هو والله يا هو سكبه ما شاء الله. الله يبارك لك. ترى ما خلص تظليل. طار راح الليل الحين جالسين ننتظره. نزل لكم بس هنا وادرونا على الحوسه واللخبطه. وان شاء الله نشوفكم قريبا باذن الله. بحط لكم ارقامهم ولوكيشنات وكل شيء تحت. لا تنسى الايفونات ها؟ لا تنساني يا حبيبي رشيد عطر. ها؟ صار انا صار. لا تنساني يا حبيبي رشيد عطر لايك على السريع. بإذن الله وبحفظ الكريم.